حياكم الله مشاهدينا الأحبة، وإن شاء الله تكونون بخير وأمان واطمئنان. أحبتي المشاهدين، أهلا بكم معنا في هذه الحلقة من برنامج معهن، والذي يختص باستضافة رموز من بلادي ورموز من العراقيات الأصيلات المجاهدات اللي دائما ما يكرسن وقتهن لخدمة المجتمع وخدمة أبناء العراق الحبيبة. مشاهدينا، مثل ما نعرف أنه البعض يقول المرأة نصف المجتمع، لا بل هي كل المجتمع، لأنها الأم والأخت والزوجة والابنة، وكل من هذه الشخصيات تؤدي دورا مهما ولاحظة في هذه أيامنا. حبتي المشاهدين، اليوم ضيفتنا هي الست ميسون ستار، رئيسة جمعية خير النساء للأغاثة والتنمية، فنرحب بها سوية. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بداية أنا سعيدة جدا بوجودي معكم بهذا البرنامج، وأشكر إدارة وكل كادر قناة الطليعة وكادر برنامج معهن بشكل خاص. أهلا بيك، وحقيقة نورتينا اليوم، وإحنا نعتز أنه نستضيف مثل هذه الشخص اللي تكون هي رموز من العراق الحبيب. دائما ما نشوف انه المرأة هي تؤدي ادوار هواية بالبيت، بخارج البيت، يعني تؤدي اعمال هواية قد تكون حتى انه خارج عن طاقتها الجسدية. مثل ما تعرفين انه تكوين المرأة هو تكوين رقيق جدا، لكن نشوف انه الدور اللي تؤدي يتصف بشجاعة الرجال، يتصف بشخصية جدا عظيمة. اليوم نريد نعرف نبذة مختصرة أول شيء عن ميسون ستار. من هي ميسون وشلون بدت بطريق حياتها العملي؟ اسمي ميسون ستار عبد الجبار، تولدت 73 بغداد، موظفة في وزارة الاتصالات ورئيسة جمعية خير النساء للإغاثة والتنمية، ومارس العمل المدني من سنة 98-99. نعم. واستمريت بهذا المجال إضافة لعملي متزوجة ولدي طفلة واحدة طبعا. الحمد لله حاصلة على أكثر من شهادة في مجال التنمية البشرية، لدي كثير من الشهادات في مجال حقوق الإنسان، في مجال العمل المدني والمجتمع المدني. شو وقت بدأت ست ميسون؟ شو وقت بدأت وشلون فكرت أنه تأسس جمعية هي خير النساء، ومن اختار هذا الاسم وليش يعني؟ هذا الحكي كان عمري يمكن 18-19 سنة، كنت بعدني طبعا أكيد تعرفين كان في زمن المقبور إحنا محاربين بكل مجالنا الثقافي كتوجه إسلامي، ما كان شيء دور للمرأة أبدا. نعم. بس لله الحمد كان إنه دور، كنا عبارة عن مجموعة نساء يدرسنا في وقتها سيد الله يذكره بالخير، ينطينا محاضرات فقهية وحوزوية. نعم. شجعنا على أنه نقود العمل الإنساني شهداء حزب الدعوة في ذاك الوقت. فكنت أنا الشجاعة الوحيدة بالبنات، كانوا يطلعون وياي شباب يدلوني على بيوت عوائل الشهداء والسجناء في ذاك الوقت، محاصرة كلش، والحمد لله نعرف أنه الكل يلاحق إذا كل كان يلاحق. أحد أفراد العشيرة هو من حزب الدعوة. طبعاً كان في وقتها والدي متوفي، وكانت والدتي تعرف بهذا النشاط، دائماً تقول لي ماما أنت بنية، ماما أنت بنية. عدا أنه موضوع تدرين مجتمعنا ما يتقبل أنه امرأة تنسجن، امرأة تعتقل، يرفض بعض المظاهر حتى وإن كانت أنه المرأة مظلومة، يقيد المرأة بسبب أنه امرأة أنت، يعني المرأة أنا ما أشوفها تختلف عن الرجل إلا فيما الله سبحانه وتعالى بتكوينها، هذا ما نقدر نعترض عليه. لكن المرأة العراقية مو مجاملة، هذه شهادة واعتز بها، أثبتت للعالم أجمع أنه هي قادرة أن تصنع، يعني من المستحيل تسوي فتشي. نعم. الحروب اللي تعرضت لها، ضغوطات، الحصار، المآسي، النزوح، حرب داعش إلى يومنا هذا. نعم. المرأة أثبتت أن هي تقدر تسوي كل شيء، قادرة على أن تتحدى كل الصعوب. نعم. وتواجه التحديات وتوقف على رجليها. نعم، ما شاء الله. فميسون بلشت من بهذا المجال، أنه كنت أنطي رواتب لعوائل الشهداء قبل السقوط. من بعد أي السقوط من أي مصدر كان؟ إحنا مع بعضنا نجمع،
احنا نجمع فيما بيناتكم فيما بيناتنا يعني ايه ايه وتنطون العوائل الشهداء. عوائل الشهداء قد كانوا بوقتها؟ والله كنت اتذكر دنانير يعني 5 دنانير 5000 4000 بس كانت في شيء ما كان اكو ملاحقه من النظام يعني. مرتين انا تعرضت للاعتقال بس لله الحمد كان اكو اصدقاء للشيخ اللي كان يدرسنا كان عنده علاقات بالامن العام قال له هاي طلعوها. كنت انا كلش حركه ويعني كل ما يقدرون يسيطرون على حركتي فكانوا يدخلون من هذا الفرع اني اطلع من غير فرع. كنت مره البس قناع يعني خمار على وجهي على مود ما يعرفون شكلي. مره لا طلعت ويا بياعه مال عتاقه يعني دي يبيعون على اساس عتيق فصعدت وياه بالسياره. اخذتي هذه الشخصيه على اساس انه اطلع وياه ابيع الاغراض وطلعت جو الامن منها اني طلعت من غير طريق يعني خلصتي نفسي. فالحمد لله رب العالمين يعني اني متجاوزه هاي النقطه لانه شفتها اكثر من مره. وبعد عيني سلام الله عليه الامام الحجه سلام الله عليه كنا نندبه بهذه الاوقات فكنا سبحان الله بحيث يحلف يمين الشخص اللي كان بالمركز متابع قضيتنا وكان ينطينا باصات يقولون دير بالكم ترى اليوم البيت مستهدف دير تعرفين كان اكو ناس شرفاء وناس اكو كانوا مدفوعين ناس تحميهم ناس تبلغ عنهم احسنتي فرب كان اكو موجودين ناس تدور تريدنا يعني تخاف علينا وكان خالين احنا عين انه بالمركز القريب. هذا الحكي في حيور في وقتها كان البيت اللي ندرس فيه رغم ان انا بيتي بالبلديات وكانت يعني نشاطاتنا بالمدينه نشتغل على عوائل الشهداء بالمدينه. اتذكر منهم عائله الشيخ الشهيد فاضل العمشاني اشتغلت وراها على شهداء الحكمه اشتغلت وراها على الشهداء اللي جامع الكعبي رحمة الله على روحه. والآن لوين وصلتوا مع الشهداء؟ لازلنا مع الشهداء عوائل الشهداء لازلنا مع الشهداء. شو تقدموا لهم؟ طبعا أنا كمؤسسة مستقلة دعمنا ذاتي بالمتيسر نساعدهم بس طموحاتي أنه أنا أدعم الجانب النفسي للطفل يعني ابن الشهيد بالذات زوجة الشهيد بالذات إذا ما نثقفها الثقافة الزينبية وإذا ما نثقف الابن ثقافة حسينية حتى تقدر تواجه حتى تواصل مسيرة تواصل الشهيد مسيرة اللي راح حياتها وتربي أبنائها. نعم نفس التربية أنا ما أريد أتربي أي تربية أنا ما أريد أتربي أي تربية أي تربية ممكن أي واحد يربيها بس هذا الرجل اللي طلع على مودي وعلى مودش على مود نبقى نقعد هاي القعدة هذا مو رجل عادي هذا حسيني بالفعل. هذا من أنصار الحسين هذا من أنصار الحسين فأني من أربي ابني ما ربي تربية عادية يكون ولا أني أكون امرأة عادية امرأة زينبية والله الحمد صارت بيني وبين نساء الشهداء جلسات بس مو بالطموح اللي أنا أريده أو بالمستوى المطلوب أحسنتي. نعم لأن أيضا بجمعياتكم تضمن يعني دورات تنمية تطويرية للشخص مثل ما تعرفين أنه بين فترة وأخرى يحتاج الشخص حتى وإن كان هو متعلم أو أحسنتي. كمل دراسة لكن يحتاج تطوير لسلوكه ل يعني تعليمه او تنبيهه على طرق الحياه العلميه والعمليه. اضيف ست زهرة على هذا الموضوع مو موضوع تطويره وتنميته انت اذا تشوفين التغيير اللي دا يصير تغيير على مستوى التواصل الاجتماعي تغيير على مستوى التلفزيون شلون تغير الراديو شلون تغير والمجتمع الانترنت شلون تغير الشارع شلون تغير هذه كلها كون انت يعني شوفي قبل احنا تربيتنا كبنات كانت كلها عيب 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 تختلف بس طلعنا غير شكل. هسه العيب البنيه ما تتقبله العيب ما تتقبله لازم تقنعيها تحس انه صعب عليها تطبقه ليش مو البعض طبعا احنا نحكي احنا نحكي على مظاهر سلبيه تحياتنا لبنات العوائل أكيد الاصيله اكيد ما نريد نسيء لهم لكن البعض للاسف ما اعرف يعتبروه تطور او تقدم واللي ما يسوي مثل هاي المظاهر اللي نشوفها للاسف يعني هي تكون يعني احنا منبوذه في داخلنا يعتبروا انه هو انسان قديم وما متحضر وما يفكر عدل ومن هذه الافكار اللي هم معتقدين احنا بجمعيتنا باعتبارنا جانب تنموي عندنا ايش نشتغل ست زهرة شغلنا اذا على المراه واذا على الطفل. طبعا الطفل انا احكي لك بنيه ولد كله انت مباح لك بس اكو فشي اسمه الدستور الإسلامي يعني خلينا نقول الشريعة الإسلامية كل ما تخالف هذا الموضوع والقانون أنت كل شيء مباح لك تلفزيون طب طلعة فيسبوك انترنت لأن أنت من تقولي له هذا ممنوع لا بعد ماكو هيك ثقافة بعد هذا مجتمعنا ما يتقبل أو ابننا ما يتقبل فخلي تكون علاقتنا علاقة صداقة مع البنت ومع الولد أفهمه أنه ليش ممنوع أنت ليش فقط أمنعه وهو ما يعرف شنو القصة. إحنا من لبسنا الحجاب لبسناه احنا لبسناه يعني احنا برغبتنا من رغبتنا ومن ارادتنا يعني حتى يمكن موضوع الحرام كان بعدين عرفنا انه ترى حرام البنيه بالحجاب
هسه البنت ما تقدر تلبسيها حجاب اذا ما تقنعيها ماما ترى الحجاب كذا الحجاب كذا الحجاب كذا. قبل كانت العوائل او الناس البعض منهم ما يعرف انه البنت اذا وصلت التاسعة من العمر هو سن التكليف ولازم يتوجوها بالحجاب. أحسنتي. ولازم يعني يقيمون هذه يفهموها انه بدا الصيام وبدا الصلاة وبدا العبادات تتكلف يعني. الان الحمد لله والشكر نشوف انه حتى تقام احتفالات احتفالات انه اليوم توجت هذه المجموعه وخصوصا انه الاحظ هذا الموضوع بالجمعيات موجود اليوم جمعيتكم سوت هذا الاحتفال مسوي مرتين سوينا كان عمر التاسعة نبدي بهم عمر الثامنة يعني نتابعهم بالمدرسة من ينجحون من الثالث للرابع وبعضهم من الرابع للخامس نوزع لهم شادر صلاة وحجابات ونسوي لهم اطواق مال الوضوء تعلموهم الوضوء وطريقه الصلاه احنا هاي من البدايه معلميهم يعني اضافه المدارس حتى متابعيهم احنا بالمدارس نوزع لهم كتيبات كان زمان اكثر من هسه اجيبها من مؤسسات من كربلاء تعليم الصلاه واكو كتيبات هي خاصه للاطفال يعني كلش حلوه كلش سهله ونوزع وياها هدايا بسيطه يعني ويا الحجاب نوزع ورده مرات كتيبات قران نطيناهم صغيره يعني بالمتيسر الحمد لله. أريد أسأل ست ميسون عن الصعوبات اللي واجهتها بذاك الزمن يعني بزمن المقبور مثل ما سميتي والان قبل اكثر كانت الصعوبات اللي تواجهك بالعمل الجمعيه الخيريه ام الان هي أكبر يعني؟ شوفي التحديات تكون يعني حسب التغييرات. قبل كانت تحدياتنا هي الأمن فقط. أي تغييرات يعني قصدك؟ يعني تغييرات البلد. السياسية. البلد بشكل عام. والأمنية. كل الاقتصادية كل كل. كان قبل تحدياتنا الوحدة إنه إحنا الأمن وأهلي. باعتبار إنه بنية أنتي ما يصير تطلعين ما يصير تجازفين ما يصير تسوين كذا. والحمد لله والشكر جاوزنا هذه المحنة في وقت. الآن تحديات أمام المرأة بشكل عام كمرأة عراقية تحديات كثيرة جدا طبعا تحديات اقتصادية اجتماعية قانونية أمنية كلهن قدامنا هسه موجودات كل واحدة بها تفصيل يعني مو مال إنه يعني واحد يختصرها وإن كان أنت أكيد يعني تعرفين تحديات القانونية عندنا قوانين هواية يراد لها تعديل تخص المرأة طبعا احنا كجمعيه خير النساء انا عضوه في شبكه نساء العراقيات اضافه الى عملي كرئيسه الجمعيه اشتغلنا على قانون العنف الاسري صار لنا 4 سنين صار لنا نشتغل على هذا القانون نحتاج تعديل ببعض فقرات قانون الاحوال الشخصيه نحتاج تعديل بعض الفقرات اللي تخص قانون العقوبات اللي يخص موضوع الاغتصاب وتبعات الاغتصاب بالنسبة للمرأة على المستوى الاقتصادي تشوفين إنه المرأة وتدني مستواها الاقتصادي فشي بحيث هو اللي أثر عليها بكل المجالات كل المجالات على مستوى تعليمها وتقدمها نفسيتها ونفسيتها أيضا تربيتها لأطفالها يعني تأثيرها بالمجتمع قرارها قرارها طبعا قرارها في قرارها جدا مهم في صنع الاسره اللي راح ايضا تاثر على المجتمع بالدرجه الاساس لان هو المجتمع مكون من اسر فاذا يعني الاسره تعرضت لانهيار او لانهزام بسبب الزمن الصعب وقساوه الايام والوقت عليها فكيف شلون راح نطلع بمجتمع يعني مثل ما يقول مثل ما نريده او مثل بقيه الشعوب يواجه التحديات اللي نشوفها او نواجه التحديات او نريد انه ارتقاء بمستوى يليق مثلا نقول هذا الشعب العراقي او هذا مثل بقيه الشعوب البقيه الدول العربيه وبقيه الامم العربيه ست ميسون ما اعرف يعني شلون كانت دراستك اريد اسالك عن حياتك الشخصيه أنا دراستي خريجة سادس طبعاً إعدادي في طلع معدلي في وقتها 75 درست في زمنها معهد بالمحمودية اختصاصي إلكترونيك يعني اختصاصي حاسبات يعني عندي الحمد لله برمجة أشتغل مبرمجة أشتغل على الحاسبة صار لي تقريباً أكثر شو كنت تعينتي بوزارة الاتصالات؟ لا بالاتصالات أنا صار لي من 2012 سابقاً أول تعييني كان بالتصنيع العسكري سنة 93 لحد 2008 في مجلس الوزراء
كنت مديرة المركز التنسيقي لمنظمات الفرات الأوسط على 4 محافظات. ما شاء الله. بعدها صار عندي ظرف وتحولت إلى بغداد. يعني أنت خلصتي حياتك جهاد. الحمد لله. ومثابرة. الحمد لله. يعني الحمد مثل لله. بقية مثل ربة بيت وقاعدة. لا الحمد لله لا. تربية أطفال. لازلت لحد الآن أتعلم زهراء. لازلت لحد الآن أتعلم. تعلمين وتبقين تعلمين. أنا أي أبقى أتعلم. أشوف عندك هذه الروح. أبقى أتعلم. يعني حلو هذا الشيء نشوفه ونفرح حقيقة أنه أكو عراقيات يفكرن مثل هذا التفكير. يعني عندي فريق شبابي متطوعين بالمؤسسة ويحثن على المثابرة والعمل والدراسة. يعني هذا الشيء حلو. هو هذا الشيء ناز لأنه الإنسان مصر يكون خامل أو يبقى يتحدد بمجال معين أو اختصاص معين طول عمره. لازم يتطور. الله سبحانه وتعالى من خلقنا بهذا الوجود وحملنا أمانة ثقيلة جدا. خب هاي الأمانة لازم نأديها. نعم حسنتي. شلون نأديها بدون عمل؟ وهذا العمل إذا ما تكونين قادرة على أن تكونين تأديه بالشكل الصحيح وبإخلاص وبتفاني هباء منثورة. يعني نعم. ما راح يكون عمل مجدي. نعم. ولا يحقق النتيجة اللي أنت تريديها. نعم استميسون للحديث بقية وحضرتك، لكن بعد هذا الفاصل خلينا نروح ويا المشاهدين. حبتنا المشاهدين ابقوا ويانا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد وكل المحبة والتقدير والمودة لكم بعد لقائنا بعد هذا الفاصل. وأيضا عاود اللقاء مع ست ميسون وراح نكمل الحديث الشيق ويا حضرتك. ست ميسون ما أعرف تحدثيني عن أيام الطفولة اللي ترعرعت وخلقت هذه الشخصية وخلقت هذه الروح بداخل ميسون. منو اللي المبادر الأول؟ منو اللي تعب هذا التعب حتى أنه أثمر هذه الثمرة؟ طبعاً طفولتي شوية متعبة نوعاً ما، مو متعبة وإنما حزينة. أنا فقدت والدي عمري 11 سنة، بس أتذكره لأنه والدي كان علاقته بينا كأصدقاء، ما كنا نحس إنه هو أبوه. إيش قد عمرك فقدتي الوالد؟ 11 سنة. الله يرحمه. 11 سنة. بس كنت أتذكر لأنني أكبر إخواني. تذكرين يعني؟ أتذكر شون كان يتعامل ويانا، وأتذكر كان يوصي أمي خلي البنات يكملون دراسة دائما، الولد مو مشكلة. يعني لأن سلاح البنية الشهادة. شهادة البنية هي سلاحها. نعم. هذه ما أنساها. فهي بقت هذه الكلمة مترسخة في بالك؟ يعني ليش بابا كان دا يقول هاي الكلمة؟ ظليت بينك وبين نفسك تبحثين عنها. شنو علاقة السلاح بالشهادة؟ ليش لازم أكمل تعليمي؟ ليش بابا فضل إنه شنو معناه إنه البنية عندها سلاح؟ وليش هي الشهادة؟ إيش راح تواجه البنية؟ ليش هو شنو اللي راح تواجهه؟ هاي تساؤلات يعني صارت في داخلنا. زرعت فشيب داخلي. بالزغر. لكن اليوم أشوف أكثر العوائل تجهل هذا العمر، العمر الخطير وهو عمر بناء الشخصية حسنت. للبنت. الفتاة يعني ما يحتضنوها بشكل صحيح، ما يراعون مشاعرها وطفولتها، ما يخلوها تشبع من حنان الأم والأب اللي هي محتاجته، واللي إذا سد الفراغ في داخلها إنه ما راح تبحث في كبرها عن أمور أخرى. أحسنت. هاي أمور فسلجية لازم نتحدث عنها في داخل الإنسان. إذا انحرم بزغرة من شيء معين راح يبحث عنه من يكبر. من يكبر بيحاول انه يسد النقص اللي عنده او يعوض ما فاته، لان الطفل ذاكرته قويه فتكون متقبله لهواي امور. يعني بالصغر هواي يتذكر الانسان اللي كان لطيف وياه، الانسان اللي كان قاسي وياه، منو كان ينطي مثلا فلوس وغيرها، منو اللي دائما يوكله ويسبحه، منو اللي يعطف عليه ويداري عليه ويعطف عليه. من هذه الامور هاي كلها يتذكرها من يكبر. اكيد تعرفين ست زهراء انه الطفل هسه الطفل اول ما ينولد عباره عن مكتبه صوريه، يلتقط صور ويخزنها في باله. شلون يعرف امه وابوه؟ ترى هي عمليه تكامليه، يعني تسلسل في ورا شيء. وهذا اللي اقصده، يعني تبقى الصورة في بال الطفل. احنا محتاجين هسه نشتغل على هذا الجانب. نعم. اتمنى برنامج معهن يتبنى هذه القضية بحالة انه يعد خلينا نقول خطة
آلية، قاعدة بيانات، يشتغل على أنه المجتمع محتاج يبدي من الأساس أن الطفل عمره 12 سنة لا تستهينون به. أو بعض اسمحي لي سألت بعض العوائل يعني يقولون احنا نقول ليش هذه البنية هي لباسها ما مكتمل بشكل صحيح وهي بالتاسعة من العمر والعاشرة وحد يعني 11 مثل ما قلتي وغير لابسة للحجاب غير مرتدية للحجاب. عندما واحد يحكي وياهم قال لك خل تشبع من طفولتها، خل تشبع هسه، وكأنه هو الحجاب حرمان تقيد، الحجاب وكأنه سجن راح تدخل به لبنية. ما أعرف اليوم شنو نصيحتك أو توجيهك لي يقولون هذا الكلام. لازم نعرف إنه الحجاب الغاية من عنده هو حجب كل ما يثير الرجل من يعني من المرأة، بس بالطريقة حجب المفاتن مفاتنها. شوفي كنت من أنطي دروس حوزوية كان عندي فد مثل هماتين باقي في ذهني. قلت لهم اللؤلؤ غالي لو رخيص، كانوا جلسة مع البنات عمر ما يتحصل. اللؤلؤ تلقيه بعلبة مفتوحة لو أكو قوقعة ولازم يدورون عليها. شنو الحكمة من أنه اللؤلؤ بالقوقعة؟ لؤلؤة الله سبحانه وتعالى جعل المرأة مثل اللؤلؤة، أنه مو أي واحد ولا أي شخص يحق له أنه يرى مفاتن هذه المرأة. خلي نحكي من هذا الباب، لا نحكي من باب الإكراه، لا نحكي بأنه إلزام. هسه صار فشي اسمه واجب، يقولون والله شكو من هسه محجبيها ومربطيها وما أعرف شنو، خلوها تتونس وتشبع من الدنيا وما أعرف شنو. يعني هذه هي الخطوات مو صحيحة، تبعاتها وعقباتها راح ترجع على الأهل، راح ترجع على الأهل لكن بدون ما يشعرون. نرجع للثقافة، كنا مشكلتنا الثقافة، إنه أنا طرحي من كانوا أهلنا يعلمونا الحجاب مو مثل هسه لازم أعلم، ولا أنا وصلوا فكرة شنو يعني هسه الحجاب منعني إنه أدخل مول، منعني إنه أدخل سينما، منعني إنه أدخل مسرح، منعني إنه أسافر، منعني إنه أسوق سيارة. هي شنو هي الحرية؟ مقولة للسيد رحمة الله على روحه الشهيد الأول محمد باقر الصدر، يقول الحرية حرية الفكر وليس حرية الكفر وحرية المظاهر وغيرها. كفر هي شنو؟ انه انت ضد الحجاب هذه حرية كفر، مو حريتنا احنا، لكن حرية فكرنا. المرأة من يكون عندها مبدأ، من يكون عندها قضية، ما راح يمنعها الحجاب. آمنة الصدر شنو كانت؟ مو ثورة؟ شنو بالفعل. كانت العباء يعني مانعتها من الثورة؟ بالفعل. وهي اللي أججت الثورة، مو لولا أججت الثورة. ايضا مثال يعني وهي خير النساء، سيدتي ومولاتي زينب عليها السلام كيف أحدثت تغييرا وجعلت الرأي العام ضد الطاغية، أجدت الرأي العام وهزت عروش الظالمين في كلمات القضية قليلة. هل أنه منعها الحجاب أو منعها خمارها المرتديتة أو عفتها؟ مو احنا نقول الثقافة والحرية مو بالتعري، مو بنثر الشعور وغيرها ومن هذه الأمور. مو الحجاب بالعكس، هو أنا أعتبر المرأة يكتمل جمالها بالحجاب. أحسنت. وأيضا للشيخ الوائلي رحمة الله على روحه يقول المرأة كالحلوى كلما غلفتها بأغلفة جميلة وكثيرة تبدو أحلى، يعني تصير منظرها أحلى. اليوم إحنا إذا عدنا فتشكلية معينة أحاول إنه أغلفها بغلاف حلو وأزينها وطريقة التزيين ماتي يعني أهتم بها، راح تبدي وهي بمظهر لائق بحيث أقدمها لأعز الناس أو لأكثر الناس مثلا تقديرا ومقاما. فاليوم شلون إذا المرأة إذا غلفتها بهذه الأغلفة الجميلة أيضا راح تبدي بأحلى المظاهر. أكيد. إحنا لازم نتعاون على أن نثبت إنه الحجاب مو قيد للمرأة، أبدا مو قيد للمرأة، بالعكس هو فشي مكمل للمرأة. ولازم المرأة من تلبسه تكون بحجاب حقيقي مو حجاب شكلي. هسه إحنا دنشوف بالشارع ترى حجاب شكلي ديسيء للحجاب، لازم تعرف إنه هاي الحجاب مسؤولية ولازم تكون أهل لهذه المسؤولية. المسؤولية إنه الحجاب مو عبارة عن قطعة قماش على الرأس فقط، الحجاب معناه
بلسانها، بنظرتها، بمشيتها، حتى بعملها، طريقة تعاملها، تعاملها مع الناس. بعد أهلي عملها ترى همات يعني لا علاقة. نبرة صوتها، يعني أنت مو تلبسين الحجاب وباقي الأشياء أنا ما ملتزمة بها. فإذا ما يكون عن قناعة وعن إيمان حقيقي ما رح نقدر نحصل النتيجة اللي نريدها. والحمد لله والشكر بعد هالدنيا بخير الحمد لله، رغم كل التيارات الضد، بس يرجع النقاء بالقلب في يوم من الأيام. أكيد هي نقاوة القلب جدا مهمة جداً لأي مهمة. إنسان مو فقط المرأة، جدا مهمة. ما أعرف المجتمع ينبذ أو يتعارض مع عمل المرأة، صح. يعني الكل مو البعض ينظر للمرأة وكأنها هي فقط تطبخ وتنظف ولازم مكانها البيت ولازم ما تكمل تعليم لأن راح ما أعرف شي يصير بأخلاقها، ولازم ما تتعين بوظيفة معينة لأن راح يصير اختلاط بينها وبين الرجال. هذا الموضوع جدا مرفوض بالنسبة أنا كأحد النساء، جدا مرفوض في داخلي. أنا يعني ما أحب أنه شخص يعلق ويعترض على عمل المرأة. المرأة قد تكون هي أم لأطفال أيتام، فهي مجبرة على أنه تعمل، مو أنه تمد إيدها لهذا وذاك، وقد يستغلها فلان وفلان، صح. بسبب فقرها. والآن نشوف هذه المظاهر. شو تريدين أجاوبك على هذا السؤال؟ إحنا نحكي على عمل المرأة، لأن لا مو موضوع إحراج، لا، القضايا موجودة من واقعنا. هذه مو موضوع إحراج، بالعكس هذه قضية حقيقية وقضية مؤلمة وقضية كنا لازم نتعاون حتى نغيرها. هذه تتبع شخصيتين، شخصية الرجل اللي متعلم انه المرأة عبارة عن امرأة تخدم. نسمع وخلص. من البعض يقول البنية مكانها البيت، يعني هو عبارة عن تطبخ وتخلف. مع العلم شرعا لا أنا ملزمة بهذا ولا أنا ملزمة بهذا، أنا متطوعة في بيت زوجي أخدم، متطوعة ممكن أشتغل براتب، يكون ينطيني راتب على هاي الخدمة، أجر على هاي شرعا. إذا إحنا مش متشرعة إذا أريد نطبق الأمور راح تكون صعبة عليهم، صعبة. جانب ثاني، المرأة ثقتها بنفسها، إرادتها. إذا كانت المرأة هي مستسلمة لهذا الموضوع، خب أنا أنطي حيز للرجل أنه مو بس يعني يفرض علي الحبس ويفرض علي هذه الأمور، يفرض علي بعد أكثر. إذا الشغلة تخص الطرفين، يكون الرجل يعرف شنو حقوقه وشنو واجباته. أكيد عندك معلومات عن الزواج بالمسيح، يدخلهم دورة 3 أشهر، ما أعرف 4 أشهر قبل الزواج، يعرفون الحياة الزوجية. أحسنتي، ليش إحنا ما عدنا؟ ليش؟ مش منشجع على إنه نادي قبل يصير عقد الزواج بالمحكمة ندخلهم دورة لمدة كم أسبوع؟ إحنا فترة الخطوبة هي خلوها للاختبار، فدور قلبك، الطرف الأول اختبر الطرف الثاني وبالعكس. يعني الطرف الثاني شنو الفايدة أني فترة خطوبة ولو أم قاعدة؟ فترة الخطوبة الآن أصبحت عندنا هي مو للاختبار للأسف الشديد. يعني صارت يلا استعجلوا جهزوا زوجوهم قبل لا تصير مشاكل، قبل لا ما أعرف شنو، مو بس هاي فلان أو فلان، مو بس هاي. إذن وين الاختيار؟ وين الاختبار اللي راح يصير بداخل نفس الشخص، بحيث أن من يزوجون راح تتفاجأ بتصرفاته، وأيضا هو يتفاجأ بشخصيته، بشخصيتها، وراح أصلا يكتشف عنها فد أمور ربما أنه يحبها ويستمر وياها وربما بالحياة العكس. الزوجية وربما العكس، مثل ما اليوم حالات الطلاق جدا يعني كثرانة ولأسباب جدا تافهة. هذا ليش يتبع العقل ويتبع أنه الآن الزواجات كلهم من العمر الصغير، يعني ما دارك الحياة، ما مر عليه دروس بالحياة حتى يتعلم الصح من الخطأ. زوجو خلينا نشوف جهالة وما أعرف شنو من هذا اليوم، يعني الكلمات اللي دائما تتوارد عند العوائل. عندي بالمؤسسة مركز دعم نفسي واجتماعي، هذا المركز يستقبل المتزوجين اللي انفصلوا عن بعض، يلتقون الأطفال يمنا، مرات الأطفال يم الأم يجي الأب، ومرات الأطفال يم الأب تجي الأم تشوفهم. جاني يوم من الأيام واحد من الشباب عمره يمكن لو 16 سنة لو 17 سنة
قلت له ماما انت شو وقت تزوجت وشو وقت طلقت؟ 17 سنه هو يحتاج واحد يربيه مو يربي خلص عنده ولد والله اتذكر اسمه ومنفصل عن زوجته متزوج ومنفصل وعنده طفل ودريد المشاهده تصير يمي بالمؤسسه. نعم. قال لي ست انت قريبه على محكمه مدينه الصدر محكمه تنفيذ مدينه الصدر فاني عندي تنسيق ويا المحكمه يحولوا لي حالات. فقلت له ماما انت ما تقول لي شو وقت تزوجت وشو وقت خلفت؟ قال لي ست انا خطبت راح اتزوج مرت الاخ. ما شاء الله. فتخيلي. يعني انت الان طالع من تجربه وتجربه صعبه. لازم انه تصفن على نفسك. قلت له ليش تزوجت؟ شوف وين الخطا وين الصح. ليش طلقت؟ او من فجاوبني انا ست تزوجتها عن حب بس راحت لاهلها زعلانه وقلت لها لو انا لو اهلك وامها قالت لي روح معطيك اياها بعد. الاهل في حياه البنت خربت هواي بيوت صراحه. عندنا احصائيه نروح للمحكمه يدخلون نعم. سبعه نعم ست ميسون قبل لا نعرف الاحصائيه وقبل لا نروح للمحكمه نشوف ايش بيها ما بيها خلينا نروح فاصل وحتى ترتاحين من تعبك اليوم بالكلام حبتنا المشاهدين بعد هذا الفاصل ابقوا ويانا يعني. حياكم الله من جديد ونرجع ويا ست ميسون طبعا حديث ما يمل وياك صراحة هل تعتقدين انه النساء اللي ما متعلمات انهن ضاع حقهن بسبب جهلهن كالميراث وغيرها فاليوم نشوف اكثر النساء عن حديثنا السابق انه منع اهلهن من تعليمهن انه باعتبار البنية ما تكمل تعليم وما تلتحق بالجامعة وغيرها هذا راح يأثر على حياتها سواء العلمية يعني الزوجية او غير الزوجية حتى عند اهلها تكون هي غير متعلمة تصرفاتها تعاملها مع الاخرين يختلف عن المرأة المتعلمة اليوم ست ميسون شنو كلامها او تعقيبها على هذا السؤال موضوع تعليم المرأة موضوع كلش مهم لانه اللي ما يعرف يقرأ ويكتب مثل الاعمى هيك تربينا احنا انه ما يعرف يقرا ويكتب اعمى واحكي لك عن تجربه على موضوع طرحتيها موضوع الميراث عوائل شهداء تنازلت عن حقها وحقوقها هي واطفالها الاهل زوجها بدون ما تعرف تجي جايبت لي وكاله جهلها بسبب عدم معرفتها انه هاي الورقه ما تعرف تقرا اللي وقعت عليها شنو ما عرفتها شنو هاي الورقة؟ فضيعت عليها حق تيجي تقول لي ست طلعي لي حقي أنا ما عندي راتب يابا وين أوراقك؟ أوراقي عند بيت عمي جيبي لي أوراق البيت عمك أنا بس هاي الورقة عندي لما جابت الورقة وكالة عامة لعمها نعم. وتنازل هذه واحدة من القضايا اللي هسه احنا مرت عليك؟ هاي واحدة مو حالة هي طبعا مجموعة حالات بس هاي من القضايا كلش انقهرت نعم. لأنه بسبب عدم تعليم هذه المرأة فقدت حقها وحق أطفالها إذن احنا نطمح أنه تكون المرأة متعلمة حتى تقدر تدافع عن نفسها حسنت. تقدر تأخذ حقها من أي شخص كان تعلم أولادها بشكل صحيح تعلم أولادها أيضا تربيهم تربية صحيحة جدا مهم شلون تكون شريكة بالمجتمع وهي ما تعرف بعيدة عن المجتمع بالفعل شلون تكون قياديه بالمجتمع شلون تؤدي دورها بالشكل الصحيح ويا اطفالها ويا بناتها ويا جيرانها ويا اصدقائها تعليم نعم. جدا ضروري ما هي المشاركات لجمعيه خير النساء مشاركاتنا على مستوى محلي او دولي يعني احنا الحمد لله يعني انا طالعه في كان عندنا نشاط في مصر قبل تقريبا سنة 2008-2007 كان على اتفاقية سيداو الاتفاقية اللي وقع عليها العراق احنا كمنظمات مجتمع مدني سوي تقرير الظل عندنا مشاركات داخل العراق مهرجانات مؤتمرات ندوات عندنا تنسيق ويا السفارة الأمريكية شغلنا على مجموعة من القوانين عندنا حملات مدافعة تخص القوانين عندنا الحمد لله يعني نشاطات كثيرة على مستوى الثقافي أما نشاطنا الإغاثي فلله الحمد يعني تقريبا عندي 750 عائلة مسجلين منهم 200 من عوائل الشهداء والباقي التمويل من تمويل من المتبرعين متبرعين فقط المتبرعين إيه احنا مؤسسة مستقلة دعمنا نعم. ذاتي تام يعني ما كفد مسؤول يوم من الأيام زار هذه الجمعية قال شنو قصتها المن
المن تدعم هذه الجمعية، من تمويلها؟ يعني احنا يزورون المسؤولين وقت الانتخابات، مجرد يردون يستثمرون قاعدتنا الشعبية حتى ينطوهم أصوات. بس لله الحمد أنا دائما وسأبقى أنه الناخب صوته أمانة، فما أشتغل لأي أحد إذا ما هو يقتنع. الناخب هو يعطيك صوتك، هو فعلا أهل لي هذه مسؤولية شرعية وقانونية. شرعية وقانونية. نعم. أكو فت حالات غريبة واجهتها ست ميسون أثناء عملها بالجمعية، يعني تخص النساء، لأن إحنا اليوم همنا الوحيد أنه هو بواقع المرأة. أحسنتي. أنا راح أحكي لك قصص نجاح، خلينا نحكي بس أشياء بس الجانب السلبي، نريد جانب إيجابي حتى أنه أحسنتي. هذا حافز للبقية. شوفي أنا اشتغلت أو حضرت مهرجان الفتاة المبدعة في مدينة الصدر. كان فد مهرجان كلش جميل. عن شنو يتحدث هذا المهرجان؟ استقطبوا كل الفتيات اللي عمر المتوسطة من الثالث للسادس. نعم. على مستوى الشعر، قراءة القرآن، الرسم، حتى على الغناء بوقتها كانت أكو موشحات، تصوير، على مستوى الخياطة، الفصال. كان فكرة كلش عجبتني، لأن شفت بنات في مدينة الصدر رغم فقر هذه المدينة، رغم ظروفها، رغم التحديات، رغم أن هذه المنطقة المزدحمة، منطقة منكوبة، هي منكوبة لأنه تنطي ولا زالت تنطي ونطت سابقا. نعم. بس أكو بيها يعني نخبويات من النساء مبتكرات، أكو يسوون شغلات علمية، عندهم ابتكار وإبداع. نعم. شنو هي الابتكارات اللي قدموها؟ اشتغلوا على موضوع إطفاء حريق، اشتغلوا على موضوع حتى بالله التدخين وشون يترك التدخين. نعم. اشتغلوا على التقليل من المياه بالزرع، يعني فد أفكار ونشاطات جدا حلوة. أتمنى أنه ندعم هذه هذه مواهب قد تكون هي نادرة من نوعها، لازم أكو فد احتضان خاص لها حتى أنه يكون تنمية للقدرات العقلية، تستمر تنمية للمهارات اللي تتمتع بها المرأة العراقية. فاحنا محتاجين نحتضن هذه القدرات، هذه الكفاءات، وان كانت في بدايتها، لان انت بالعكس كل ما تغذيها بشكل صحيح ما طولها بعدها جديده، كل ما راح يكون نتاجها بعدين. نعم. ثمرتها يعني جدا حلوه بالمستقبل. نعم. شنو الامنيه اللي تتمناها ست ميسون؟ يعمل الامن والامان بهذا البلد طبعا. امنيه خاصه امي تروح للحج. يا الله يكتب لها ان شاء. أيوة. الله. انا نفاتني انه اذكر امي، لانه امي صاحبه رساله، وامي متيتمه من الاب، ما شايفه ابوها ايضا مثل وضعك. لا انا شايفته زين، بس تربيه. انت سالتيني انه منو اللي بنى هذه الانسانه، فابويا كان له دور وامي كملت الدور الاكبر. المسيره البقيه على والدتك الله يحفظها ان شاء الله. تعلمت انه شلون المراه تكون ام بيت، شلون تكون الميزانيه تديرها، شلون تجمع بين العمل برا وبين جوا، شلون ثقتني ثقه بنفسي، انطتك ثقه حاربت وبنت كل العالم. فشخصيه رائعه يشهد لها الوضع. للان هي تحارب، تدري للان هي تحارب، وتجي بعض الأحيان لا تخليها تطلع، الزوجة بعد كافي، ما أعرف شنو أبدا. نعم. ست ميسون شنو دورها ويا الحشد الشعبي؟ الحمد لله والشكر لله، إحنا قد ما نقدم شيء قليل طبعا. نعم. طلعنا دعم لوجستي طبعا في وقت الحرب، وإن كان بإمكانيات محدودة جدا، كنا نأخذ الطحين والخبزة. طيبة. الحمد لله طلعنا على سامرة، طلعنا على تكريت في وقتها، ما أقول لك حملات هواية، يمكن يعني لو اثنين لو ثلاثة. إحنا نروح يعني مجموعة منظمات، مجموعة منظمات. نعم. ويانا ولد شباب، ويانا إحنا مجموعة نساء، نطلع نودي أكل، شيء مطبوخ وشيء ما مطبوخ، نأخذ ماء، نأخذ عصائر. مرة ودينا لهم صود علي ملابس. نعم. كان وقت شتاء، أخذنا قبوطات حتى أتذكر مال بالة والله. بس يعني المهم أنه تمشي حالهم. آخر حملة كانت إن هسة قبل تقريبا شهر رمضان سوينا إفطار باليوسفية. باليوسفية كان أكو نقطة ما أدري شو اسمها والله،
بليبله هيك فتشي والله. فكان تقريبا 50 شخص يعني سودة علي، رحنا لهم عبك ما ادري منو رايح لهم، شلون تلقونا هم تلقونا هم يبدو حلو انه نشوف تكاتف بين الحمد ابناء لله القوات الحمد الامنيه الحمد والحشد الشعبي ايه وايضا بين ابناء الوطن اللي هم من المواطنين العاديين. احنا شمن نقدم بالفعل يعني ست ميسون انا شفتها هي متعلمه مجاهده الحمد لله ملاحقه من قبل النظام البائد الحمد لله وايضا بقت مستمره على مسيرتها الحمد لله متعلمه يعني لا زلت اتعلمها لا زلت الان شنو الاختصاص اللي تتعلمه؟ انا اريد قدمت قانون صف ثاني مرحلة ثانية يعني الآن أنتي؟ الآن بس بشوية لأنه شوية الوضع المادي دهور فأجلت يعني يعني نجحت لثاني وقفت إن شاء الله. الله يسهل عليك يا ربي وتكملين مسيرتك يعني هاي الله. من الروح المثابرة أنا أعتبرها أنه مو يقولون هذا الإنسان طماع لا خطأ هذا الإنسان هذا الإنسان طموح يحب أنه يطور من نفسه وقدراته ويحب بنفس الوقت يساعد يخدم بلده ايد تساعد وايد تدرس وتتعلم وتربي وتوجه وتنصح شيء حلو والله. الحمد لله الحمد لله الحمد نعم. لله الحمد لله. شوفي يعني لازم نبقى نتعلم قلت لك لانه لازم نواكب التغيير اللي دا يصير هسه من القضايا اللي انا ان شاء الله دا اشتغل عليها انه نسوي مهرجان لاطفال التوحد. نعم هذه الظاهرة دا تنتشر عندنا كل شهواية بشكل واسع والناس مدى تعرف شنو هاي الظاهرة دا يعتبروا إنسان منبوذ هو بالعكس إنسان عنده إمكانية خاصة إنسان جنت عليه الظروف بس عنده إمكانيات خاصة عنده إمكانيات خاصة وممكن أنه عبقري يتماثل للشفاء ممكن عبقري من هذا التوحد فأكو عندنا هواية قضايا نحتاج نواكبها فلازم نتعلم لازم نبقى متعلم. كلمة أخيرة للست ميسون لأنه هي معهن ومنهن فلازم أنه توجه كلمة كل المرأة. النساء ولكل مرأة أنه الآن تسمعنا أحب أوجه للمرأة العراقية بكل مسمياتها للأم للأخت للصديقة للحبيبة للبنت كوني كما تريدين أن تكوني طموح مفتوح مدام مشروع ما يخالف لا قوانين السماء ولا نعم. قوانين الأرض لا تفقدين ثقتك بنفسك كوني قوية الإرادة كوني قوية أنت قوية أنت قوية لازم تعرف المرأة أنت قوية لكن لازم تستغلين هذه القوة مكامن تفيدك وتفيد حياتك وأيضا تفيد المجتمع. هي قوية من راح تطلع من أنه أنا امرأة يعني ضعيفة تنجح كل المجالات. نعم أنا ليش أقولها أنت قوية؟ لازم أكسر هذا الحاجز اللي صنع المجتمع أو نظرة المجتمع التقاليد المجتمع بأن المرأة هي ضعيفة المرأة هي غير قادرة على فعل يعني عمل معين أو موضوع معين هذه الفكرة لازم إحنا تتغير. نناقضها شلون نناقضها اليوم بثقافتنا بالتزامنا أيضا بعفتنا ونقاوة قلبنا اللي دائما ما الإنسان إذا كان مصالح ويا نفسه أحسنتي. راح يصالح ويا كل المجتمع. حتى ما أخذ من وقتك بس يعني هي نصيحة تنموية تعلمتها نعم. بمجال التنمية البشرية نعم. إنه أنت من تكونين جوعانة إذا رددتي أني شبعانة راح تشبعين جانب نفسي بحت وكلمة الحمد لله لازم فالمرأة فالمرأة لازم تعرف أنه هي قادرة على تحدي كل الصعوبات أو حاشا لله سبحانه وتعالى أنه يكلف إنسان أكثر من طاقته فمو معناته أنه أنا من فقدت ابني أنا فشلت أو فقدت زوجي أنا وقفت أو فقدت يعني وظيفتي أنا انهاريت لا أو أي أمر من أمور هذا معناته أنه أنا لازم أعيد مستمرة. أعيد حساباتي وأمشي مرة ثانية. الست ميسون رئيسة جمعية خير النساء سلام وانت من هذه النساء اللي الله التوفيق هن ينظروا بهن المثل حقيقة. أنا أشكرك اليوم حبيبتي. على حضورك ويانا في قناة الطليعة الفضائية وبرنامج معهن. كل الهلا بكم. أنا هم أكرر شكري وامتناني لكم وإن شاء الله ما نكون ضيف ثقيل عليكم. نورتينا حقيقة وكان الكلام وياك يعني شيق جداً.
لأن يخص المرأة العراقية. أحسنتي، شكرا جزيلا، نسأل الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب جميعا، وأنتم أيضا مشاهدينا شكر موصول لكم على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.